فنرجع للموضوعين اللي كنت أشرت لكم. خلينا نبدأ بشهادة، وقبل أن أنتهي إن شاء الله أيضا أقرأ لكم شهادة، لكن هذه الشهادة عن شنقريحة وزيارته قبل أسابيع لتمن راس، وصلتني من عند الأحرار هناك، نقرأها لكم في النهاية. لكن الآن مروا على ماذا حدث في مثل هذا اليوم قبل 29 سنة. احنا عارفين ان امس، مثل امس 27 ديسمبر، اعلنت نتائج الانتخابات التشريعية الاولى المتعددة والنزيهة باعترافهم هم. وخرج العربي بالخير يتكلم وقال ان الفيس فاز 188، جبهة القوى الاشتراكية 25، الاف ال ان 16، وثلاثة من غردية في الدور الاول. لكن وش كان يجري في الجهة الأخرى؟ طبعا هذا كان زلزال، كان زلزال شعروا به كل الجزائريين يومها، وهو أن هذه النتيجة مرعبة، ما كانوش متوقعينها، الأغلبية ما كانوش متوقعينها. وحتى دخل الفيس كان بالنسبة إليهم زلزال، خافوا من هذه النتيجة، خاصة أن الدور الثاني كانوا هم في أيضا اللي عندهم تقريبا الأفضلية باش يفوزوا بالجزء المتبقي من ال أيان. الفيس فاز يومها ب 83% من المقاعد اللي كانت حسمت. خلينا نقراو من كتاب لأحد الشهود اللي عايش هذا الموضوع من الخلف، كان يومها في المخابرات، كان يومها برتبة رائد في المخابرات كوموندو، وهو سمراوي، محمد سمراوي. هذا مقطع اللي احنا نقرأ لكم من كتابه كرونيك دي زاني دي سان، او يوميات الدم في الجزائر. احنا نقرأ لكم، طبعا هو كتب بالفرنسية لكن بعد ترجمه للعربية، نقرأ لكم ترجمة العربية الشهادة نتاعه، وفي الغالب ربما تعليق صغير عليها، ثم خاصة عند جنرال بن حديد، ثم نمر للموضوع الآخر وهو ماذا يجري هذه الأيام، وما هي اللقاءات، وماذا يرتبون لهذه البلاد كبار الجنرالات، خاصة بعد عودة نزار وبعد إطلاق سراح توفيق. يقول محمد سمراوي 1992 العنوان: اليناريون يطلقون العنف الإسلامي، يعني الجانفيريست، ترجمة اليناريون، يترجمها اليناريون من يناير يعني. في ليلة 27 ديسمبر 91 ظهر الجنرال العربي بالخير وزير الداخلية شاحب الوجه خائر القوى، وهو يعلن نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية. لقد عم الاندهاش والذهول في الأوساط العليا، ذلك أنه يولي المرة الثانية يفشل مخطط الDRS، كونه صمم وراء مكتب دون مراعاة الظروف الحقيقية التي يعيشها أفراد الشعب الجزائري. فحتى لو انخفضت نتائج الانتخابات هذه المرة بشكل محسوس مقارنة بالانتخابات المحلية سنة 90، خرج الفيس، خرج الجبهة الإسلامية للإنقاذ منتصرة من الدور الأول. ثم يتحدث عن الفافاس إلى آخر المعلومات، هذه معروفة. نروح إلى العنوان وين يكتب: أنقذ الديمقراطية. كلفني العقيد إسماعيل العماري ابتداء من 28 ديسمبر أن أقوم بدور على الأحزاب الصديقة، يكتب الصديقة بين قوسين، وكذلك السلطات الإدارية والقضائية بغاية تقويم الوضعية وإمكانية احتمال إلغاء الاقتراع، وأمرني بعدم المشاركة في لجنة الانتخابات التي كنت عضوا فيها بصفتي ممثل عن الجيش، والتي تحضر للدور الثاني للانتخاب، وهو ما يتضمن بداهة أن ذلك لن يتم، أي أن الانتخابات لن تتم. إسماعيل العماري كان يومها هو الشخص الثاني في المخابرات في الDRS، الشخص الأول هو توفيق، وظل إسماعيل العماري هو الشخص الثاني ورئيس المخابرات الداخلية إلى غاية وفاته، أيضا مشكوك جدا في قضية وفاته، في 27 أوت 2007، 26 أو 27 أوت 2007. لقد بين رئيس الDSE هنا، الDSE هنا المخابرات الخارجية، بأن الجنرال المخابرات الخارجية بأن المخابرة بأن الجنرال توفيق شخصيا وكذلك وزير الدفاع الوطني نزار كان يشاركان في إجراء الاتصال بالمجتمع المدني، وأنهما كان يعتزمان تكليف ضباط آخرين من الDRS
بربط الاتصال مع عبد الحق بن حمودة رئيس لجيتيا، النقابة القوية التابعة يومها للأفلين للأفلين، ومع ممثلي مختلف الجمعيات والصحافة وكذلك أحزاب سياسية أخرى، وذلك بغاية الاطلاع على الآراء لمعرفة كيف التعاطي مع الوضع الجديد. إن تعبئة وتجنيد المجتمع المدني أصبح ضرورة مطلقة. الخلل الوحيد في هذا المشهد الذي يتكون حصريا من الشخصيات والمنظمات التي كنا نعلم أن أصحابها من المتشيعين نسبيا لأصحاب القرار، هو موقف زعيم الأفافاس حسين آيت أحمد، الذي كان يناصر صراحة مواصلة المسيرة الانتخابية ويرفض كل مساومة، كما أن الأفلان كذلك كان منقسما، وأن جناح الأمين العام عبد الحميد مهري وهو صهر الرئيس الشاذلي بن جديد أيضا كان بعيدا عن أن يدين بالولاء للجنرالات، كان بعيدا على أن يدين بالولاء للجنرالات، كما لم يكن مستعدا أيضا لمسايرتهم. لقد قمت برفقة الرائد عمار قطوشي، أنا اللي راه يتكلم مرة أخرى هو الرائد محمد سمراوي، ورانا نتكلموا على نهاية ألف يعني يوم 27 28 و27 ديسمبر 1991، وهذه شهادة من كتاب محمد سمراوي. لقد قمت برفقة الرائد عمار قطوشي بزيارة عبد الرحمن مزيان الشريف والي ولاية الجزائر، وكذلك الأمين العام لوزارة العدل ومسؤول مسؤولي الأحزاب كالشيخ محفوظ نحناح حماس ومحمد عباس علالو الأبية وعبد القادر بلهاي الأرينا. ومن التناقض حقا أن نجد رؤساء الأحزاب هؤلاء أكثر إلحاحا وتحمسا لإلغاء الانتخابات من الرسميين، في حين أن التزوير والتخويف لم يؤثر إلا بشكل ضئيل جدا في نتائج الدور الأول. موقعنا يقول هو، أي موقع كضابط في المخابرات، حينئذ كان يسمح لنا بمعرفة ذلك أكثر من غيرنا، من معنى أن الانتخابات لم تكن مزورة إلا بشكل ضئيل جدا كما قال. في 27 ديسمبر استقبل الرئيس الشاذلي بن جديد عبد القادر حشاني في مقر رئاسة الجمهورية ليثبت له رغبته في احترام الاختيار الشعبي، مؤكدا له من جديد قبوله التعايش مع الحكومة التي سيصفر عنها الصندوق وتجسد الإرادة الشعبية. فكان رد فعل الجنرالات خالد نزار العربي بالخير محمد العماري هو عقد اجتماعين سريين للقيادة الجيش في يومي 28 و30 في مقر القوات البرية CFT في عناشة، حيث حضرهما. هذا هو اللقاء الخطير جدا، لأن هذا هو اللقاء اللي كما يقولوا إلفا أونتيريني، يعني اللي راح يأكد قرار الانقلاب، لكن هذه المرة ليس من كبار الجنرالات وإنما من جنرالات آخرين، يعني ليس فقط من الكمشة كمشة 7 و8 جنرالات، وإنما من حوالي 40 جنرال من كبار الجنرالات الآخرين، وهو ما يعرف بلقاء عناشة، حيث حضرها كل الضباط الساميين في الجيش الوطني الشعبي وقيادة الأركان العامة، وهم يقاربون 50 فردا. وقد دعا رؤساء الجيش هؤلاء المشاركين بإلحاح في الاجتماع إلى التوقيع والتوقيع من قبل معاونهم على نص يطالبون فيه، مهم هذا النص، خلع رئيس الجمهورية الذي يحاول بسياسته المورطة أن يبعث بضباط الجيش الوطني الشعبي إلى المشنقة. يعني هذا العنوان نتاع اللي جاء أو جزء جاء من النص اللي طلب من كبار الجنرالات اللي التقوا في هذا اللقاء أن أيضا يوقعوا لي. طبعا صار نقاش هناك، أيضا سنكمل الموضوع. وقد أحط علما بهذه العريضة الغريبة من العقيد صادق وفضيل الشريف يوم 4 يناير، وقد كانت مؤرخة في 29 ديسمبر، وتتضمن ما خلاصته أن الجيش الوطني الشعبي الوفي لواجبه ولرسالته يلتزم بالحفاظ والدفاع على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية طبقا للدستور، ومواجها لانحراف رئيس الجمهورية يلتزم الاطلاع بكل مسؤولياته وسيعارض بكل الوسائل إقامة دولة إسلامية. لقد علمت أن العريضة قد قدمت لكل الضباط الموثق فيهم وأغلبيتهم من الفرنكوفونيين، حتى أن هذه العريضة قد حررت باللغة الفرنسية وحدها، وقد كان قادة الجيوش معنا في الاحتياط يختلون بمرؤوسيهم من الضباط السامين ويشرحون لهم الوضعية ويسجلون ردود فعلهم
وعندما يحسون بتقبلهم الفكرة يطلبون منهم حينها التوقيع على العريضة. بالمناسبة حتى محمد السمراوي حقيقة تكوينه أساسا فرنكوفوني، يعني وإن كان يدخل العربية. ولقد كان وزير الداخلية الجنرال العربي بالخير هو قائد كل هذه المناورة والمؤامرة، ولكنه لم يستطع أن يتراجع عن حكمه ويناقض نفسه، وهو الذي كان قد صرح علنية بأن الانتخابات قد جرت في الشفافية والنزاهة، كما أنه لا يستطيع أن يلغي نتائجها بسبب احتجاجات الأحزاب الأخرى التي كانت في انتظار الدور الثاني. ولذلك لم يكن أمامه بد من أن يوجد ذريعة أخرى لإلغاء المسار الانتخابي. في هذه الظروف بدأ العمل على قدم وساق، وانطلقت حملة تسميم لم يسبق لها مثيل. فبأمر من الجنرال توفيق كلف ضباط الDRS بمن فيهم ضباط مصلحتي SRA مصلحة ممكن يشتغل سمراوي وعملائهم بالقيام بنشر وترويج سلسلة من الإشاعات تدور كلها حول موضوع واحد، وهو أن حزب جبهة الإسلامية للإنقاذ سوف يستخدم الديمقراطية للوصول إلى السلطة من أجل إقامة دولة إسلامية وفرض تطبيق الشريعة الإسلامية. ودعاية أبواقهم الإعلامية كانت تساعد على نشر هذه الإشاعات وصارت بها صعودا، حتى وصلت إلى أن تنسب إلى الفيس عزمه على إقامة دولة مماثلة للنظام الملالي الدكتاتوري في إيران، حيث لا توجد للمرأة أي حقوق. ويقول هذا وش كنا ننشره، يعني المخابرات تلقت الأوامر بنشر هذه وتسميم الأجواء بهذه الإشاعات. وقامت الصحافة الفرنكوفونية بتشويه متعمد لأقوال قادة جبهة الإسلامية، وخاصة تصريحات كل من عبد القادر حشاني، رابح كبير، ومحمد السعيد، وذلك بهدف إقلاق وتخويف الرأي العام وإنذاره بالخطر، مدعين أن الإسلاميين عازمون على طرد النخب المتعلمة بالفرنسية وتعويضهم بالسودانيين والإيرانيين. كان بالإشاعات أتذكرها جيدا هذه. كما شوهوا كذلك وعن قصد أقوال محمد السعيد ومما وقوله ما لم وقولوه ما لم يقله أبدا، وهو وجوب تهيئ الجزائريين لتغيير طريقة معيشتهم وتبديل التقاليد المتعلقة بلباسهم وغذائهم. وتواصلت حملة أخرى من الدعاية في اتجاه الحكومة الفرنسية، وقد كانت قد بدأت منذ سنة تقريبا مع صدور قانون اللغة العربية في يناير 91، لإشعارها بخطر نزوح مزعوم واسع النطاق للجزائريين إلى فرنسا هروبا من الدكتاتورية الأصولية في حالة قيام نظام إسلامي مناهض للمصالح الثقافية وخاصة اللغوية الفرنسية في الجزائر، والذي سيكون له انعكاس وتأثير مباشر في نقل العدوى إلى البلدان المغاربية الأخرى كتونس والمغرب، وسيزعزع الاستقرار فيما فيهما، كما ستغرق هي الأخرى في الأصولية أي فرنسا، وهو ما يهدد المصالح الاستراتيجية الغربية والفرنسية تخصيصا بخطر الزوال من المنطقة. وقد استمرت التعبئة ضد الجبهة الإسلامية للإنقاذ على جبهات أخرى كذلك في الأيام الحاسمة. ففي 28 ديسمبر أمرت الديرس عبد الحق بن حمودة بتجنيد النقابة لجيتيا للعمل على سد الطريق أمام الإسلاميين. وفي 29 من ديسمبر عقد هذا الأخير اجتماع في مقر النقابة مع ممثلي مختلف الجمعيات. انتهى الاجتماع بتعيين عبد الحفيظ الحدري الذي كان يمثل إطارات الإدارة العامة كمنسق لما سيعرف لاحقا باللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر CNSA، التي أسست رسميا في اليوم التالي أي في يوم 30 ديسمبر، وستلتحق به مجموعة من الجمعيات والشخصيات من المجتمع المدني من بينهم المناضلة النسوية خليدة مسعودي. لقد كونت هذه الجبهة المناهضة بقي فقرتين فقط لقد كونت هذه الجبهة المناهضة للأصولية من طرف السلطة بسرعة لم يسبق لها مثيل كونت. وفي اليوم ذاته أي في يوم 30 ديسمبر وجهت اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر CNSA نداء أنقذوا الديمقراطية وسدوا الطريق أمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بمعنى إجراء بمنع إجراء الدور الثاني وبدون خشية الوقوع في التناقض. نادوا كذلك بالمشاركة في المظاهرات التي قررت الأففاس القيام بها في العاصمة يوم الخميس 2 يناير 92، في حين أن الهدف المعلن بجلاء لهذه المظاهرات كان تحسيس وتعبئة الديمقراطيين الحقيقيين
كي يدعموا مبدأ الذهاب إلى الدور الثاني، وفي الوقت ذاته يستنهضون همم الممتنعين عن الانتخاب في الدور الأول كي يشاركوا بكثافة في الدور الثاني للتصويت ضد الفيس. وفي الأول من يناير قام عبد الحق بن حمودة وسنحدري بتقديم عرض حال للجنرال توفيق عن مساعيهما، وبمناصيحة من هذا الأخير وتوجيه منه تم استقبالهما في وزارة الدفاع الوطني من طرف الجنرالين خالد نزار وبن عباس غزيل، اللذين كلفهما بالتحدث إلى المسؤولي الأفلان والأففاس لصبر نواياهم ومحاولة ثنيهم عن موقف المطالبة بالمرور للدور الثاني. وفي الوقت ذاته التقى خالد نزار بحسين آيت أحمد رئيس الأففاس وأعطاه ضمانة لمواصلة المسار الانتخابي على أساس أن الجيش لن يتدخل. وكل هذا لم يكن في الواقع إلا تمويها وتضليلا وإلهاء، ذلك أن الحقيقة هي أنه في ثاني يوم من إتمام الدور الأول كان الأمر بإلغاء الدور الثاني قد اتخذ، ومبادرتهم في الإسراع إلى تأسيس الـ CNSA كان بهدف استخدامها كذريعة لوضع هذا القرار حين التنفيذ بحجة ضرورة الاستجابة لنداء المجتمع المدني قصد الحفاظ على الأسس الجمهورية للدولة المهددة من قبل الإسلاميين. هذه شهادة من أحد الحاضرين والفاعلين وضباط المخابرات يومها، وكان برتبة رائد في المخابرات في مخابرات الDRS، وهو العقيد محمد سمراوي الذي ترك منصبه في يناير 96 بعد أشهر من هذا الموقف. في نهاية 92 أرسل كمسؤول كملحق أمن المخابرات في العاصمة الألمانية يومها بون، كانت مازال ما تنقلتش إلى برلين. ولا فيها في كتابه هناك شهادات كثيرة، وهناك أحاديث كثيرة، وهناك كلام كثير. بطبيعة الحال مما لا شك فيه أنا قناعتي أن أكثر الشهادات دقيقة وصحيحة. بعض الشهادات ربما نظر إليها من زاويته الخاصة أو من المعلومات التي كانت متوفرة له فقط، قد تحتاج إلى تكملة شهادات أخرى أيضا. لكن بإجمال الكتاب أنصح بقراءته لأنه يقدم لنا صورة من الداخل، من داخل DRS، عما كان يجري ليس فقط في هذه الأيام، مثل هذه الأيام قبل 29 سنة، ولكن أيضا قبلها بقليل وبعدها، أي إلى غاية أن غادر محمد سمراوي منصبه في 96. محمد سمراوي مثلا لديه شهادة يقول فيها من أنه أمره وكانوا سينفذون في الحقيقة محاولة اغتيال لبعض القيادي الفيس في الخارج خاصة في ألمانيا، موجودة في الكتاب نتاعه، أنصح بقراءته. ربما نعود نرجع له في شهادة أخرى في قادم الأيام. لكن ليس هذه الشهادة فقط، خلنا نشوفه شهادة أخرى، لكن هذه المرة من جنرال للأسف ليست مكتملة، ربما نرجع لها في الأيام القادمة، لكنها مهمة. استدعوا كل قوات قد تواحي وقتل القوات الجوية والبرية وكل قوات وقتل الألوية فرق كنا أي فرق فقط كنا كانت فرقة سامنة كنت نعقدها وكانت فرقة 12 كان يقودها مغابرة واحد وحضرنا في الاجتماع أسمع فيها أسمعك جيدا تفضل أكمل يا جنرال تفضل نعم نسمعك تفضل حضرنا في اجتماع في النازة في رئاسة كان النازة كانت تضم قائد قوات البرية وقائد رئاسة كان كان رأسها خمسة وكانت مجموعة لك أصحاب النفوذ للسجن ميكر قالوا أيوة نسمعك تفضل les hommes décidaires, les hommes de décideurs en quelque sorte.
وكلنا الموضوع على احنا كنا حق كنا سبعين ولكن ما فيش يعني امر يومي باش نعرفوا واش ما هو السر الاجتماع على والاجتماع كان بشي يتكلموا على كان 29 ديسمبر باش كذا ايوه 29 ديسمبر 29 ديسمبر 90 ثلاث ايام بعد دخل جبل سن القات على في الانتخابات ثلاث ايام المهم انه الموضوع كان على اساس كيف ما هو الحل بعد صار اللي بقى اسمي القاف وكان كل قائد اعطى رايه في من كان يعارض في من كان معاه في خلف في جزء اخر كان موقفي لما اعطى لي الكلمه وكان التزويد أصر على أنه فيه تزوير قبل فيش بثلاثمية طاقة وكان الدور الثاني باش يأتي بعد 15 يوم أو 3 أسابيع مش عارف أسبوعين أو 3 أسابيع يعني في بداية سنة 1993 أنا كان موقفي قلت لهم طيب ما دام فيش دور ثلاثة ملايين يعني دخولوا بلي دور ما دام ترك الوطني يقول بلي دور إذا عرفت حاجة بترك الوطني أنا مضم 83 بطاقة إذا تحبوا تخلصوا من تعملوا مواجهة صدر مواجهة بين باش ما تكونش في مشاكل في المستقبل في الجزائر نوروا وانتم في مرحلة ثانية أنا قلت نوروا في مرحلة ثانية وعادوا بين جبهة التحرير الوطني وبين الفيس باش تكون في انسجام تكون الفيس مثلا عنده جبل سميق عندها 100 والأفادة عنده 100 والأخر 25 وتكون يعني كسموها لصمي 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 ألو نعم نسمعك جيدا نعم تفضل تكون متوازنة وتكون الفيس يحكم 5 سنوات وإذا انحرف على الطريق بتاعه ورئيس الجمهورية عنده الحق في الدستور أن يجسوا الأسامبلي يعني يلغي تشمل البرلمان وتكون الأمور عالية وبعد العقبات محقوش وهذا وقع تأجيل لك أنا مخشى أنه كان ما تعملوش يعني نروح للأسف الصوت ليس واضح يومها لكن موقفه هو يقول بأنه هو ما كانش مع وقف المسار الانتخابي كما كان يسموه ويختصر يقول باللي راكم إذا قلتونا باللي راه الفيز زور في الدور الأول فإحنا نزور في الدور الثاني ونعطوا الأصوات للأحزاب الأخرى خاصة الفلان والأفافاس باش نوازنوا هذا البرلمان وفي النهاية هو كان شاد لي من جديد إذا شاف باللي الفيز يخرج على الطريق يحل البرلمان في الحقيقة هذا كان حل وهذا كانت كل العقول اللي تريد الخير للبلاد كانوا اقترحوه عليهم يعني بأنهم في نهاية المطاف هذا ليس انتخابات رئاسية هذه انتخابات شرعية وانتخابات شرعية مش مهمة كثير في الجزائر مهمة في حدود معينة لكن الأهم في الجزائر هو الرئيس لأن النظام السياسي في البلاد هو نظام رئاسي والبرلمان صحيح عنده دور لكن يبقى دوره أقل بكثير من الرئيس وكان بن حديد من بين المعترضين يقولوا أنه في الاجتماع حضروا ما بين حسب الشهادة ما بين 40 و50 جنرال وأن اللي اعترضوا كانوا في حدود 4 فقط البعض كان موقفه نص يقول لهم أنا ما عنديش رأي في الموضوع سواء لأنه كان خايف أو لأنه كان مش فاهم وش راح يسرى لكن الأغلبية العظمى وحتى بن حديد يقولها يقول بأن الأغلبية العظمى كانوا مع وقف المسار الانتخابي أي مع الانقلاب هو يقولها يعني موجودة الشهادة نتاعو كان يومها في قناة المغاربية وقبلها أيضا كان تحدث في راديو أم بعد هذا التصريح اللي قام به بن حديد ورغم عمره كان يومها عمره كم 77 سنة يمكن بعدها نظن في اليوم التالي أو اللي بعده خطفته المخابرات وسجنوه على هذا التصريح أساسا على هذا التصريح وتصريح آخر يقول فيه من أن كتيبة الأهوال اللي كان يقودها الشيخ قادة كذا قاد الشيخ أو حاجة هكذا نسيت اسمه الأمير يعني كان واحد الأمير مع مشهور يقول بأنها كانت مخترقة من طرف ديرس وأنها كانت تقوم بمجازر إسماعيل العماري اللي هو اللي كان خلفها يعني هذيك المجازر وذاك القتل طبعا
بهذا وش دار جنرال بن حديد في تصريحات سواء قصدها ولا ما قصدهاش، كسر أهم نظريتين بني عليهم الانقلاب. نظرية الأولى هو أنه كان بالإمكان الذهاب بهذه الانتخابات لأن انتخابات شرعية مش انتخابات رئاسية، وكان ممكن حل البرلمان من طرف الرئيس الشادي بن جديد في أي وقت إذا كان هناك مشكل. وذكر وتحدث على هذا اللقاء اللي كان لقاء سري ما كانوش يتكلموا عليه. والأمر الثاني أي أنه فضح هذا ما جرى يومها، ومن أنه في الحقيقة قرار الانتخاب كانت تخذ حتى قبل ذلك، لكن جابوا الجنرالات آخرين باش يجمعوا يجيبوهم يعني يوافقوا يعني. الأمر الثاني يومها الجنرال بن حديد كسر نظرية من أن كل الجماعات هذه اللي كانت تقوم بالمجازر وبالقتل وبالاغتيال كانت إسلامية، أنه قال كاين بعض الجماعات كانت نتاعنا نتاع المخابرات. وذكر كتيبة الأهوال اللي هي أخطر كتيبة وأخطر جماعة في الغرب الجزائري اللي تنسب لها أيضا مجازر كبرى اللي هي خاصة في غليزان، مجازر رمكة على ليلتين يعني فيها أكثر من 1000 قتيل في تلك المجزرة، رهيبة مرعبة. فكان التصريح نتاع الجنرال بن حديد بالنسبة إليهم كسر النظرية والبروباغندا اللي بناوها لمدة آنذاك 23 سنة من الكذب على الناس. هل كانت هناك جماعات إسلامية تقوم بعمليات هي أيضا عملية عنف؟ طبعا كانت، لكن اللي كان أساسي هو أنه اللي مش معترفين به واللي طبعا الآن في أدلة كثيرة جدا، حتى بعض الذباب اللي اشتغل معاهم أو كم مثل معتو برمنغهام يعترفون بها يعني يقولون عنها وتحدثون عنها وجهات أخرى، أنها كانت هناك جماعات إما تابعة لديرس مباشرة وإما مخترقة حتى النخاع وتقوم بالقيام بعنف وفق ما تريده ما يريده الجنرالات. وكانت هناك جماعات أخرى بكل تأكيد أيضا تنسب للإسلاميين وقامت هي أيضا بأعمال عنف ومسلح. لكن حبيت اليوم أني ما أعطيكمش أنا رأيي وما أنا ما أعرفه بقدر ما نجيب لكم شهادتين من ضابطين، أحدهما كان برتبة جنرال وكان يقود فرقة، فرقة الثامنة، والثاني برتبة رائد كان في المخابرات وكان داخل ما يجري وكان يصف لنا ذلك. هذا عما جرى في ليلة 28-29 في عين ناجة. ربما في قادم الأيام نرجع إلى بعض المشاهد، أنا مانيش نروي لكم في تاريخ ما حدث لأن ذاك يتطلب وقت طويل ويتطلب تحضيرات ويتطلب أشياء كثير. أنا نجيب لكم لقطات إذا شئنا من أهم ما حدث أو أخطر القرارات التي اتخذت في تلك الأيام قبل 29 سنة، واللي هي في الحقيقة رسمت ما حدث من بعد من انهيار شديد. خلينا قبل ما نغادر هذا نجيب شهادة للشخص الرئيسي وفي هذه العملية وكبيرهم على قول نشوفه وش يقول هو بالذات في قضية الانقلاب باعترافه. وهذا كان تصريح له لإحدى الجرائد قبل 3 أو 4 سنوات. الآن زيدنا عن رئيس جمهورية استقال، الرئاسة شغرة، مجلس الشعب الوطني شغر كما قلت، الدور الثاني مازال. كيف تم تقرير أو من قرر وقف المسألة الانتخابية في الدور الثاني؟ هذا هو أنا هو من قرر وقف المسار الانتخابي، قال له أنا هو. اعتراف واضح. ومرة أخرى تكسر البروباغندا أنت عن الرئيس هو اللي استقال وانت عن هذه كلها كانت ضغوطات ورسالة كتبت عنده في تصريح آخر يقول بلق نتكلموا عليها في الأيام القادمة كيفاش كتبنا الرسالة وديناها الشادي بن جديد وش قلنا له وش قلنا إلى آخره، هذا نزار ذاته. لكن هذا اعتراف واضح. لماذا هذه الأشياء مهمة جدا؟ لأن كثير من الأكاذيب أحاطت هذه الفترة وهذه. طبعا من حق الناس أن تكون ضد الفيس، من حق الناس أن تكون ضد برامج الفيس وأفكار الفيس وخطابات الفيس، من حقهم، أو الأفافاس أو الأفلام كل ما شئت، لكن ليس من حقك أن تزور التاريخ، تزور الأحداث، تكذب على التاريخ وتكذب على الناس وتكذب على الله، ليس من حقك. إذا كان عندك إيمان في قلبك
إذا كان عندك مش إيمان يا سيدي، ماكش مؤمن، إنما عندك أخلاق في نفسك، لا تزور الحقائق، لا تكذب، هذه وقاية. هاني ولذلك أنا حب نعتمد، والأيام القادمة سأعتمد كثيرا على الشهادات، شهادات نتاع فاعلين هم قاموا بذلك العمل. خلينا نسمعوا شهادة، ربما هذه كثير ما سمعوهاش الناس، ما تتعلقش بالموضوع مباشرة لكن تتعلق بخالد نزار، من هو وكيف يفكر. يعني شهادة فيها 30 ثانية، ليس كثيرا. تكلموا عن الثورة التحريرية، فهل ترى اليوم أدرنا ثورة؟ أنا نسأل. أنا مقتنع بشيء، وهو أنا شاركت في كيف أقوله، في حرب تحريري. أنا نكتفي بهذا الشيء، أنا ما درتش ثورة، أنا وش قلبت الدنيا، أنا ما قلبت والو. دونك هاد الناس هما بالنسبة لهم ثورة وداروا ثورة، سمعتي؟ بصح أنا راني نشوف بلي هو واش من ثورة اللي درتها، حتى ثورة. واش من ثورة اللي درتها؟ ما درت حتى ثورة، وما درناش ثورة، درنا حرب تحريرية. وفي الحقيقة هذا يمشي مع خط التفكير تاع خالد نزار. كانت حرب، كانت حرب هنا وهنا. هذا نقاش آخر مش راح نطول فيه.